لو احنا قلنا عندنا الاسبوع ده عندنا 4 رسومات، دي رسمة منهم. الاول دي اول رسمة، ودي التانية، ودي التالتة، ودي الرابعة. احنا هناخد ان شاء الله الرسمة دي تمام، والرسمة الرابعة دي على حسب الوقت يعني. طيب الاول تعالى ناخد الايه الرسمة البسيطة اللي هي دي كده. ده بالنسبة لنا برضه خلاص بقى، مش هنخش، مش هنعيد بقى الكلام بتاع ازاي تقسم اللوحه وتحط المساقط ازاي، مع ان انا شفت اصلا في التصحيح بتاع لوحات الاسبوع اللي فات معظم الناس كبرت دماغها وراحت حاطه خط كده من على الجنب وشده هنا سنتي 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 سنتي، اعمل مربعات شكرا على كده تمام، ده مفيش فيه مشكله. بس وقت الفاينل دماغك مش هتبقى حاضره انك تحضر او انك تظبط اللوحه بتاعتك. يعني ده دلوقتي هتلاقي الموضوع بسيط، انت كده عارف انك عندك ايه، عندك 4 رسومات شايف اولهم من اخرهم، في الفاينل هيبقى الموضوع مختلف. طيب دلوقتي انت قدامك الرسمه اللي بالمنظر ده، خلاص بتفق بقى ان انا بطلع ابعاد الاليفيجن في كام، في كام عرض، في ارتفاع، ابعاد السايد فيو كام، وابعاد البلان كام. طيب بالنسبه للجسم اللي قدامنا ده، اول حاجه بنبدا بيها مثلا قلنا الابسط ان احنا نبدا بالاليفيجن او المسقط اللي انا شايف ان انا هقدر اطلع منه اكبر كميه تفاصيل. فلما ابص هنا على الاليفيجن هشوف ايه؟ هشوف اول حاجه السطح اللي انا واقف عليه ده او المستوى اللي هنا ده تمام، شكل واضح قدامك ان هو شكل زي قريب من شبه المنحرف شويه، ان انت المفروض هتبدا من عند النقطه دي من النهايه خالص، هتمشي هنا المسافه دي اللي هي كام، 28. لقيت خط مايل، الخط المايل قلنا بنرسمه ازاي، عن طريق نقطه بدايه ونقطه نهايه، دي نقطه بدايته ونقطه نهايته فوق. طب نهايته فوق ده عباره عن برده شكل شبه منحرف من هنا، يعني معناها ان انا هاجي في نص الرسمه بالظبط واطلع مسافه كام، 20. ومن المسافه ال 20 دي اطلع 10 يمين و10 شمال، احدد بدايه ونهايه الخطين المايلين دول تمام، واوصل النقطه دي بالنقطه دي، وبعد كده من اخر الرسم خالص اقيس برده 28، هلاقي نفسي وصلت النقطه دي، اوصل دي بدي، هعمل الايه، الشكل اللي هو اللي شبه المثلث اللي تحت ده كده. نعملها مع بعض، نعملها مع بعض. طيب قلنا اول حاجه هنيجي هنا كده، ونمشي 28، دي اول نقطه تمام، وصلت انا النقطه دي. بعد كده من الناحيه الثانيه هنمشي كام، برضه 28. تلقائي لما اقسم اللوحه بتاعته مظبوط هلاقي المسافه ده 40، اللي هي المسافه اللي ما بين الايه؟ الفراغ، او مسافه الفراغ اللي موجوده عندي ده. بعد كده المفروض ان انا هاجي من عند المسافه دي واطلع بخط خفيف كده على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 20، ومن الخط ده امشي 10 يمين و10 ناحيه الشمال. عملت الخط ده، كل ده بالنسبه لي خط عمل مش موجود معايا. تمام؟ اوصل النقطه دي بالنقطه دي. دي بدي، ونفس الكلام الناحيه الثانيه، اوصل دي بدي. تمام، وبرده الجزئيه دي كده مش موجوده معايا، لان ده متفرغ للايه، للاخر. طيب خلي الحاجات اللي مش موجوده امسحها كلها مره واحده في اخر الرسم. نيجي بعد كده المفروض هعمل ايه، هطلع هنا الارتفاع ده اللي هو كام، 15، ومن الناحيه الثانيه برده نفس الكلام، واطلع من هنا لحد فوق خالص كام، 54، ومن فوق ال 54 دول 30 يمين و30 شمال. يبقى هاجي من هنا برده هطلع كده 15، نفس الكلام الناحية التانية، هطلع من هنا كده 15. طبعا انا مش لازم ان انا ايه اقيس ال 15، انا مش انا خدت الارتفاع مرة واحدة بالمسطرة هقف قصاد النقطة دي واخد ايه علامة الناحية التانية عند الارتفاع ده، مش لازم ان انا اقيس ال 15 هنا وارجع اقيسهم ال 15 الناحية التانية، لان احنا اصلا ممكن المسقط التاني ده اللي هو بتاع السايد فيو ده لو مش موجود، اتفقت ان دايما بجيب الارتفاعات كلها من على ايه؟ من على الاليفيجن. طب لما عايز استنتج البلان دايما بجيب العرض كله من على ايه؟ من على الاليفيجن. طب بالنسبة بلاش دي دلوقتي، عم نشرح 45 عشان بس ما نتوهش نفسنا. طيب بعد كده اتفقت هاجي من هنا من النص برضه واطلع كام، 54 تمام، وامشي 30 يمين و30 شمال تمام. ده كده اصبح مش موجود معانا عشان ما يلخبطش معانا في الرسمه، وان ايه طبعا الخطا انت مش هتعمله برضه، انت مجرد انك هتطلع وتاخد نقطه عند الارتفاع ده تمام، وتقسم عند النقطه دي 30 يمين و30 شمال عشان المسح هيكون عندك اصعب من كده. طيب بعد كده نوصل النقطه دي بالنقطه دي، ونفس الكلام الناحيه الثانيه النقطه دي بالنقطة دي. لحد دلوقتي في مشكلة؟ طيب بقى لنا ان احنا نعمل ايه؟ اسقاط الجسم اللي فوق ده اللي هو عبارة عن ايه؟ عن اسطوانة، الاسطوانة لما ابص لها من الجهة دي اشوفها عبارة عن ايه؟ عن مستطيل، المستطيل ده عرضه كام؟ هو القطر بتاع الاسطوانة اللي هو كان على طول كام؟ 40، وارتفاعه كام؟ 30. يبقى انا عندي مستطيل الاول كده اعمله بخط خفيف لان في اجزاء منه هتتشال زي ما انتم شايفين هنا، في مقطوع منه ايه؟ شوية كده. فانا ممكن ان انا اعملها مره واحده، وممكن ان انا بس احدد المستطيل وبعد كده اشيل شويه واتقل عليها في الاخر. فانا دلوقتي عارف ان انا هعمل مستطيل، هو ما حددليش هنا المستطيل ده فين بالظبط، يعني ما ادليش المسافه دي، كل ان هو ما ادكش مسافه معناه انا بقول لك ان هي في ايه؟ في النص. فانا هاجي من النص بالظبط من هنا
تمام، واطلع بكام؟ ب20 يمين، واطلع لحد الفوق 30، نفس الكلام همشي 40 بالعرض اللي هو اكمل المستطيل بتاع الجسم، اللي هو اللي عفوا اكمل البعد بتاع الجسم عشان اكمل المستطيل، وانزل لحد الايه؟ لحد النقطه دي. كده عملت المستطيل اللي فوق. طيب المستطيل ده كان مقصوص منه شويه، مقصوص منه شويه كام؟ 16. عرضهم 16 وعمقهم كام او ارتفاعهم كام؟ 20. يبقى هاجي برده من النص من فوق من هنا كده، طبعا الخط ده هيتمسح منه جزئيه. 16 يعني كام؟ يعني 8 يمين، وانزل تحت 20 وامشي 8 او امشي 16 واطلع فوق 20، والجزئيه دي هتبقى ايه؟ مش هتبقى موجوده معانا. تمام كده؟ طيب كل اكمل الرسمه وبعدين نمسح في الاخر برضه. كده انا رسمت كل الاجزاء اللي انا ايه؟ اللي انا شايفها بعناية مباشر. هل في اجزاء تانية انا مش شايفها او في فراغات مش موجوده؟ اه، اللي هو الايه؟ المثلث اللي هنا اللي على الجنب ده، او الكتف اللي على الجنب ده. المثلث ده هتلاقيه داخل من هنا كام؟ 5 ونازل كام؟ 28، وطالع بره لحد فين؟ لحد ما جاب الايه؟ المستوى المالي اللي عندي. يبقى هقطع، هنزل همشي من هنا 5 وانزل ب 28 واطلع لحد بره لحد ما اقطع في الايه؟ في المستوى المائل. يبقى بس هيكون طبعا بخط ايه؟ خط داش. يبقى انا المفروض همشي من هنا كده 5 وانزل كام؟ 28 واطلع بره لحد ما اقطع في الخط ده. تمام؟ طيب نفس الكلام الناحيه الثانيه اللي انا عملته هنا هعمله لايه؟ الناحيه الثانيه. تمام، في هل باقي كده اي اجزاء سواء انا شايفها ولا مش شايفها؟ طيب النقطه اللي بعد كده نرسم الايه؟ تعال نرسم البلان عشان السايد فيو فيه بس تركيها صغيره كده. طيب لما نرسم البلان اتفقت برضو من المساقط كلها برسم من ناحيتي لجوه، فالبلان هرسم من ناحيتي. لما انا ابص، انا هبص منين؟ من فوق. يبقى هرسم من فوق لتحت خالص. اول حاجه هتقابلني فوق هي الايه؟ هي الدايره دي او الاسطوانه دي. الدايره دي عباره عن دايره قطرها كام؟ 40، تمام، وفيها خطين او فيها مستطيلين مقصوص منهم مستطيلين كام؟ 15. لا 16، ف 16 16 بطول الدايره كلها. هنا ال 20 ده عمق، فلما ابص لفوق هيبقى العمق ده كله تحت بعضه، فانا ما بعرفش اشوف الارتفاع ده، انا بشوف العرض والطول بس. تمام؟ طيب لما انا ابص من فوق من هنا اول حاجه اتفقت ان انا هشوف ايه؟ هشوف الدايره. الدايره دي هنا هتلاقيها في نص الرسمه بالظبط. فالاول بس احنا نعمل سنتر لاين كده. نقسم الرسمه كده بالنص، هنا كده سنتر وهنا سنتر لاين. طيب بعد كده اتفقت هعمل الدايره في النص بالظبط. الدايره دي قلنا قطرها كام؟ قطرها 40، يعني نص قطرها 20، وطبعا هتبقى سوليد لان انا شايفها بعناية عادي خالص. ارسم دايره قطرها او نص قطرها 20. تمام، جوه الدايره دي في مستطيل 16. انا على فكره بالمناسبه ممكن مقيس ال 16 دول. كل اللي هعمله هاجي من هنا كده وانزل من هنا كده خط لحد تحت خالص لحد اول الرسمه كده. تمام، انا بس مجرد الخط ده خط بعد بس، يعني الخط ده هيتمسح بعد كده. اجي برده من هنا، مش ده المستطيل بتاعي اللي انا اصلا باخده؟ بدل ما اقيس 16 يعني ممكن اجي لحد هنا وايه؟ وانزل بالخطين دول من اول الدايره لاخرها. يعني اجي بالخطين دول كده من هنا لحد هنا. نفس الكلام الناحية التانية، من هنا لحد تحت هنا. طبعا همسح الزيادات، طبعا انت عندك مش هتبقى مضطر تعمل ايه؟ خطوة المسح دي، لان انت اساسا مش هت ايه؟ مش هتطلع بره الدايرة. تمام، الخطوط دي احنا كنا منزلينها بس عشان ناخد منها ابعاد، خلاص كده ما بقتش موجودة معانا. يبقى انا كده عملت أول جزء في الايه؟ أول جزء في الرسمة اللي هو كان الايه؟ كان الدايرة اللي مقطوع منها مستطيل. طيب بعد كده لما اجي اشوف هشوف المستوى اللي هنا ده اللي هو شبه حرف الاي ده، ممكن ابداه من هنا من عند النقطه دي او من عند النقطه دي. النقطه دي اللي هي عباره عن نقطه الايه؟ العرض او الراس بتاعت شبه المحرف اللي هي 60، اللي هي كانت على الاليفيجن فين؟ اللي هي اول نقطه اللي هنا دي. تمام، يعني ممكن ابدا انزل من هنا كده بدل ما اقيس، انزل من هنا لحد هنا واقول والله ده دي النقطه اللي انا هبدا منها، اللي انا واقف عندها دي اللي انا هبدا منها الجسم. طب الجسم ده عباره عن ايه؟ انا واقف من هنا همشي كده بعرض الجسم كله اللي هو الكام؟ اللي هو 60، واخش جوه كده مسافه كام؟ قايلها لك هنا 10. تمام، وبعد كده اخش في الناحيه الثانيه في الاتجاه الثاني كام؟ 5، وامشي كده كام؟ 30، واطلع 5 امشي 10 امشي 60 وهكذا.
يعني هاجي هنا من اول هنا كده، هبدأ من عند هنا امشي 60 او امشي لحد الخط اهنه حد النقطه دي، يعني انزل من قصاد النقطه دي كده، المفروض انزل من هنا كده 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 خط، لو اخدت الخط ده لحد تحت هتلاقي جايه بالظبط عند 60. بعد كده تخش جوه كده كام، 10، تخش الجهه دي 5 او برضو لحد النقطه دي. مش دول الشويه اللي انا خدتهم اصلا فوق، بدل ما اقيس برضو ممكن انزل بايه، بشويه خطوط خفيفه كده او نقط خفيفه عند الخط ده مثلا، احدد بيه الابعاد. تمام، ادخل هنا كده 5 او لحد الخط اللي فوق ايهما اسهل بالنسبه لك. بعد كده امشي كده كام، 30، بعد كده اطلع على 5 اللي انا دخلتهم او اطلع لحد النقطه اللي هنا دي، بعد كده امشي 10 هتلاقي نفسك وصلت هنا، تمشي بعد كده 60 او تمشي لحد النقطه اللي بدات منها، 5 عفوا هنا 10 5 30 اطلع 5 قلنا هنا 30 اطلع للخمسة وامشي العشرة اللي كانوا هنا دول. خلاص انا كده عملت ايه، عملت حرف الاي بتاعنا. طيب نبص على رسمة تاني كده، انا رسمت ليه الشكل اللي كان عامل شبه حرف الاي اللي فوق ده، بعد كده هشوف الشكل ده والمساحة اللي هنا دي اللي هي عبارة عن ايه، لا لا المستطيل ده انا هشوفه عادي. تمام، ممكن تبدا بالمستطيل ممكن تبدا بحرف اليو، بس انا عايز ابدا بحرف اليو عشان هو الاصعب شويه. انت لو رسمت المستطيل هتلاقي حرف اليو طلع لوحده معاك. تمام، لكن انا خلينا انا دماغي جت وقفلت معايا دلوقتي ان انا خلاص انا مش المربع ده ما جاش في دماغي، فهمش بطريقتي العاديه. لما ابص من هنا سواء من على اليمين او من على الشمال هشوف عباره عن ايه، عن حرف يو. حرف اليو ده هيظهر معايا حرف يو بس بابعاد ايه، بابعاد مختلفه زي ما اتفقنا، بس لازم يظهر معايا حرف يو. برده هو بادئ منين، بادئ من عند النقطه دي، وواصل لحد فين، لحد اخر الجسم. بعد كده دخل لهنا كام، لاخر الجسم ال 50 برده اللي هو عرض الجسم كله. تمام، بعد كده بعد ما وصل لل 50 ده دخل لحد هنا فين، لحد الحرف النقطه دي اللي كان بادئ من عندها. بعد كده هيخش شويه كده مسافه قدرهم كام، 10، ويمشي هنا لحد فين، دي الحته بقى اللي كانت هتطلع معاك المستطيل، يمشي هنا لحد فين، لحد ما المستطيل ده قطع مع الخط المايل. هو المستطيل قطع مع الخط المايل فين، نهايه الداش ده، ده نهايه تقاطع المستطيل مع الخط المايل، يبقى هيطلع بره لحد النقطه دي. تمام، انت لو جيت رسمت المستطيل الاول هتلاقي النقطه دي جت معاك لوحدها خلاص، لكن انا بتكلم ان انت لو الموضوع كان تفكيرك ما وصلش للحته دي، ما وصلش للنقطه السهله وابتديت تشتغل بالصعبه، قلنا خلاص ماشي انا هبدا من عند النقطه دي، همشي كده لحد اخر الرسمه لان ده نهايه حرف اليو بتاعنا، وامشي كده العرض بتاع الرسمه كله اللي هو ال 50، بعد كده امشي كده لحد النقطه اللي انا بدات منها لحد كده، بعد كده همشي مسافه قدرها كام؟ الشويه اللي دخلهم انا وصلت لحد النقطه دي، المفروض ادخل كده كام؟ 10، لو دخلت هتلاقيهم لحد النقطه دي. بعد كده هيطلع لحد فين؟ هيطلع كده شويه، الشويه دول اهنهم اللي هم الشويه اللي هنا دول من عند النقطه دي لحد بره خالص، من عند النقطه دي لحد بره خالص هتبص هتلاقيهم هو الخط الداش لاين اللي عندك ده. ليه؟ ما ده اللي انا هعمله. ما انا بقول لك انا هطلع لحد الخط ده، يعني انا وقفت عند النقطه دي، هنزل من هنا كده بخط خفيف لان ده بعد انت عمرك ما تعرف تقيسه. يعني مش هتعرف مش تقيسه، انت كده كده تحط المسطره وتقيسه عادي، قصدي مش هتعرف تطلعه بالابعاد اللي على اللوحه. تمام؟ هتيجي من هنا خط خفيف لحد تحت كده. تمام؟ خط خفيف يعني هيتمسح. بعد كده اجي لحد هنا اخش لحد ما اطلع مع الخط ده وامشي كده كام؟ قلنا 30. بعد كده اطلع هنا 10 هتلاقي نفسك عملت ليه؟ عملت المستطيل ده ومسح لي الخط الايه؟ خط العمل ده. بقى قدامك عندك حرف اليو اهو. تمام؟ والمستطيل ايه؟ اتقفل معاك لوحده. لو انت كنت بدات تعمل المستطيل كنت هتلاقي الجسم بقى له ايه؟ حرف اليو بس والموضوع انتهى على كده. يبقى كل اللي احنا عملناه ناحيه الشمال هنعمله ايه؟ ناحيه اليمين. تمام؟ طيب يبقى انا كده جبت الجسم ده، باقي لي ان انا اشوف ايه بقى؟ كل الاجزاء اللي انا شايفها انا رسمتها مباشر، باقي لي الاجزاء اللي انا مش شايفها، فين فين الحاجات اللي انا مش شايفها؟ الداش لاين ده، هتلاقي ان انا في عندي 2 داش لاينز، واحد بيمثل المستطيل الخط اللي فوق ده اللي هو ال 20، واحد بيمثل الخط اللي تحت اللي هو ايه؟ 40، لان ده شكل شبه منحرف، فبالتالي ليه بعدين، بعد اللي فوق مش نفس البعد اللي تحت، النقطتين اللي فوق مش على النقطتين اللي تحت، لو كان مستطيل كان هيبقى ايه؟ خطين داش بس، لكن هنا هيبقى 4، واحد بيمثل القاعده اللي فوق، واحد بيمثل القاعده اللي تحت، دي نفس الكلام، هاجي من هنا بدل ما اقيس هاجي من هنا واخد خط الداش لاين بتاعي ده بتاع القاعده اللي تحت كده، نفس الكلام التاني من الناحيه دي عشان اخلص القاعده اللي تحت، نفس الكلام من هنا انزل من هنا كده لحد تحت، نفس الكلام هنا
يبقى ده كده شكل الايه؟ شكل الرسمه بتاعك. عشان اتاكد ان الرسمه مظبوطه انا كان عندي المسافه دي 40 والدايره اللي فوق 40، الدايره اللي فوق متمثله بالايه؟ بالدايره دي، وال40 دول بيمثلوا الخط ده شويه، فلازم يكونوا ايه؟ على نفس الايه؟ على نفس البعد هنا. تمام؟ لحد دلوقتي كده في مشكله؟ كده المسقط ده باقي فيه اي حاجه؟ ليه؟ ده دي مش زيادات، ده خط السنتر لاين. ليه؟ اه في المسقط اللي فوق يعني؟ تمام؟ انهي دايره؟ مالها؟ هيتمسح منها الجزء ده؟ لا. بص على رسمه تاني. بص انا الجزء اللي فوق ده انت بتتكلم على المنطقه اللي هنا دي، هي من فوق متشاله، طب لو نزلت تحت شويه هتلاقيها موجوده تحت، فده بيمثل النص قوس ده، وده النص قوس ده بيمثله الايه؟ الجزء اللي فوق، والقوس الصغير اللي هنا ده والقوس الصغير اللي هنا ده بيمثل الجزء اللي تحت، فالاثنين هتلاقيهم عاملين لك ايه؟ عاملين لك دايره كامله. الجزء اللي هيتشال بقى في المسقط الايه؟ المسقط الجانبي. دي بقى الفكره بقى. انا عندي هنا الدكتور كان شرح المحاضره اللي فاتت حاجه اسمها تقاطع الاجسام، واتكلم عن تقاطع اسطوانه مع اسطوانه او تقاطع مستطيل مع اسطوانه. دايما لما بتلاقي تقاطع اسطوانه مع اسطوانه لازم يظهر معاك في منطقه التقاطع، لازم يظهر معاك ايه؟ كيرف معين كده. هنعرف الكيرف ده بيترسم ازاي دلوقتي وبيترسم ليه. تمام؟ نفس الكلام لما يكون عندي مستطيل قطع اسطوانه، ده معناه ان هيكون عندي خط او مستطيل صغير هيظهر معايا، الجسم هيتقطع منه مقدار مستطيل لو انا كنت عامل قطع، او هيتباني عليه مستطيل زياده لو كنت انا ايه؟ عامل تقاطعهم الاثنين في الفراغ. ده هيظهر معانا في الايه؟ في الرسومات اللي فيما بعد يعني. بس الرسمه دي فيها الجزئيه دي، انا عندي دي مش عندي دي اسطوانه. تمام؟ قطعها ايه؟ قطعها مستطيل. طيب ركز معايا في الحته دي. بصوا تعالى نستنتج المسقط كله خالص كان انا ما اعرفش اي حاجه. تمام؟ وفي الاخر ايه؟ نوضح بس التركيه دي. تعالى نستنتج المسقط الثالث عادي خالص. المسقط الثالث لما انا ابص عليه من هنا من الناحيه دي هشوف ايه؟ هشوف من تحت خالص مستطيل، فوقيه حرف يو، جواه مستطيل مقفله، بعد كده المستطيل اللي بيمثل الايه؟ اللي بيمثل الدايره. تمام؟ تعالى نعملهم كده واحده واحده. اول حاجه هشوف من هنا مستطيل بعرض الجسم كله، من هنا مستطيل وطالع فوق 15 اللي هي الشويه دول، وماشي لحد النقطه دي وقافل معايا كده. بعد كده هشوف حرف اليو، حرف اليو بادئ من هنا طالع لحد فوق خالص لحد النقطه دي كده، بعد كده داخل جوه لو تفتكروا كانت مسافه 10، نازل كده كام؟ 28 او نازل لحد هنا. تمام؟ بعد كده ماشي كده كام؟ 30، وبعد كده طالع فوق لحد الجسم من فوق خالص هنا كده، بعد كده داخل جوه كده 10، قافل لحد هنا، جواه مستطيل تاني اللي هو المستطيل ده اللي هو هقفل بس الايه؟ هقفل الخط ده. بعد كده في عندي الدايره اللي فوق، الدايره اللي فوق دي كام؟ او الاسطوانه اللي فوق دي كام؟ 40. يبقى هاجم النص بالظبط واعمل 20 يمين وانزل لحد هنا وامشي 40، اطلع فوق اقفل الايه؟ اقفل الاسطوانه بتاعتي. وتعالى نمسح بس الجزئيه دي عشان مش ايه؟ ما تلخبطش معانا دلوقتي. كده انا رسمت الايه؟ الاسطوانه. طيب رسمت كل اللي انا شايفه، ايه اللي انا مش شايفه؟ طبعا الاسطوانه دي فيها غلطه هنوضحها دلوقتي. رسمت كل اللي انا شايفه، ايه اللي انا مش شايفه؟ الفراغ ده والفراغ اللي تحت ده. تعالى نرسم الفراغ اللي تحت عشان سهل. الفراغ اللي تحت ده عباره عن ايه؟ هيبقى عن خطين داش لاين. هتلاقي الخط اللي تحت خالص ده ماشي مع الخط السوليد فمش هيظهر، هيبقى باقي الخط الايه؟ الداش لاين اللي فوق اللي هو على ارتفاع 20. يبقى هرسم من هنا كده خط داش على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 20 او عند الارتفاع ده كده. تمام كده؟ باقي لي انا الايه؟ الخط اللي فوق اللي هو اللي هنا ده. تمام؟ طيب الخط اللي فوق اللي هنا ده هو على عمق كام؟ على ارتفاع كام؟ 20، وماشي منين؟ من اول الجسم لاخره. طب تعالى نعمله دلوقتي ان انا عندي على عمق 20 اهو، همشي كده لحد هنا وماشي من اول الجسم لاخره كده. المفروض الرسمه بتاعتي انا ايه؟ انا خلصتها. لكن الكلام ده في بس تركيه اللي هي بتاعت تقاطع الاجسام دي. تعالى نبص على الايزومتريك ده ونوضح حته تقاطع الاجسام دي جت ازاي. ده
الجسم بتاعنا اللي احنا عملناه وخلاص وايه وملونينه دلوقتي كده، ولما اجي ابص هنا على السايد فيو بص اللي بيحصل. انا عندي المستطيل ده لما قطع الدايره، هل هو قطع الدايره من اقصى نقطه فيها؟ لا، هو جه هنا. اقصى نقطه عند الدايره دايما عند الايه؟ عند السناتر بتاعتها. فانا دلوقتي لما اجي اقطع عند الدايره، لو انا هاخد بعد الدايره كله لازم اكون ايه؟ وقفت عند السنتر. لا، لكن انا رحلت عند السنتر كام؟ 8 مللي يمين، لان المستطيل ده كان 16. رحلت 8 مللي ورحلت 8 مللي، فالدايره عامله ازاي؟ الدايره لفه كده صح؟ فانا لما رحل 8 مللي هلاقي ان في فرق ما بين النقطه دي والنقطه اقصى نقطه اللي كانت هنا. يعني لما اجي ابص كده، مش ده المستطيل بتاعي ودي الدايره؟ شايف انا هنا لما جيت قطعت انا في فرق ما بين النقطه دي كده والنقطه دي اللي هنا كده. فانا لما قطعت انا شلت من فوق جزء من الايه؟ جزء من من الاسطوانه اللي باشمهندسه كانت بتقول عليه، اللي هو انا قطعت جزء من الدايره، بس الجزء ده ما خدش عرض الدايره كلها. اللي باقي منه قصدي ما هوش عرض الدايره كلها، لا ده جزء اقل. اقل بمقدار قد ايه؟ بمقدار الفرق ما بين الخطين دول. يعني لو انا جيت من هنا كده خدت من عند النقطه دي خط صغير كده، هلاقي ان الجزء ده في المسقط الثالث انا شلت العرض اللي هنا، العرض الصغير اللي هنا ده. طيب نبص على المنظور عشان يبقى الموضوع اسهل. شايفين الحته دي؟ شايف الجزء اللي هو اللي باين بالاصفر هنا ده؟ هو ده موجود على القاعده اللي تحت، لكن فوق لما انا قطعت المستطيل خلاص انا شلت الجزء ده من الدايره. تمام؟ فبالتالي لما انا ابص هنا هشوف ان الاسقاط بتاع الاسطوانه عباره عن ايه؟ عن مستطيلين او شكل حرف تي صغير كده، متشال او مترحل منه او متشال منه مقطوع منه الجزء بتاع الايه؟ بتاع الفرق ما بين المنطقه اللي انا قطعت فيها وقطر الدايره. انا قطعت هنا، انا قطعت هنا، الفرق ما بين المنطقه دي وقطر الدايره هو العرض الصغير اللي هنا ده. طيب ده انا هرسمه ازاي على الرسمه؟ هنا بقى هنبدا نستخدم خط 45. الاول ممكن يبقى يظهر الموضوع ده مباشر لو كان المسقطين دول قصاد بعض، فاخد الفرق ده لوحده قدام فوق. طب انا دلوقتي انا عندي الفرق ده ظاهر فين؟ الفرق ده هيظهر دايما دايما لو كان في حاله تقاطع مستطيل مع اسطوانه، هيظهر في المسقط اللي فيه المستطيل الاسطوانه، قصدي بصوره الاسطوانه المستطيل بصورته. انا كده كده عندي ما دام تقاطع مستطيل مع اسطوانه، الاسطوانه بتظهر بمسقط دايره عباره عن ايه؟ في عباره عن دايره في كام مسقط من المساقط بتوعها؟ في واحد. يبقى انا هشوف المسقط ده فين؟ وهشوف المستطيل اللي بيقطع فين؟ وبالتالي هلاقي الفرق ده موجود عليه. تمام؟ طب انا عندي هنا الفرق ده هيظهر فين؟ في السايد فيو. طيب هرسمه في السايد فيو. طب القطع ده، القطع قصدي هيبقى موجود في السايد فيو. طب الفرق ده موجود مع فين المسقط اللي عليه اسطوانه او اللي الاسطوانه فيه في اسقاطها دايره؟ هو البلان. فانا لازم انقل الجزء ده من على البلان للسايد فيو. بنقله ازاي؟ عن طريق مثلث 45 او عن طريق خط 45. باجي هنا كده من لو انا مقسم اللوحه بتاعتي صح من عند الكورنر ده او من عند الكورنر ده، واخد ايه؟ واخد خط مايل بزاويه 45. طيب بعد كده انا عايز اجيب الفرق ده. هو الفرق ده ظاهر معايا فين؟ هتلاقيه ظاهر معاك فوق وتحت، فنقله من فوق ومن تحت. الاول انا الخط او النقطه اللي هنا دي بتمثل لي ايه؟ اقصى ارتفاع للاسطوانه، فهياخد منها كده خط لحد الايه؟ لحد الخط 45. تمام؟ طيب عايز اجيب الفرق بتاعي، شوف فين نقطه قطع المستطيل، فين نقطه تقاطع المستطيل مع الاسطوانه؟ اهي في النقطه دي، اخد منها خط لحد خط ايه؟ 45. خط 45 اي خط بيجي عليه افقي بيحوله لراسي، واي خط راسي بيحوله لافقي. يبقى انا هاجي عند الخطين دول واحولهم لايه؟ لراسي. باجي من هنا كده واطلع من عند النقطه اللي هنا دي راسي، هتلاقيها جت معاك فين؟ عند حرف الاسطوانه اللي انا اوريدي رسمته. تمام؟ طيب الجزء اللي جوه ده كان بيمثل الايه؟ القطع اللي انا هشيله او الجزء اللي انا هشيله. يبقى اجي من هنا كده واطلع لحد فوق خالص لحد هنا. هو الجزء ده انا هشيله منين؟ من الجزء اللي فوق، من المنطقه اللي فوق، من منطقه الفراغ. الفراغ عندي كان فين؟ منين لفين؟ من هنا لهنا. يبقى انا بالتالي عندي ده عند الخط اللي هنا ده، هو ده اللي هي ايه؟ اللي هيبقى موجود. طب وده اخينا اللي هنا ده؟ لا ده خلاص بقى ما عادش موجود، ده موجود في المنطقه اللي تحت بس. يعني سواء الجزئيه دي
او الجزئيه دي. تمام. طيب زي ما عملت في الناحيه دي، طبعا الخطوط دي مجرد خطوط عمل ما بتبقاش موجوده معايا، زي ما عملت في الناحيه دي هعمل ايه في الناحيه الثانيه اللي هو منين؟ من عند النقطه اللي تحت دي، هاجي من هنا من عند النقطه دي برده وخلاص. انا كده كده مش محتاج اخد غير اللي هي الخط ده انا اخدته، لو وليكن لو ده هنا كده، والخط الثاني هاخده اللي هو بتاع الفرق، سواء من هنا من الناحيه دي او من الناحيه الثانيه. النقطتين دول لازم يكونوا على نفس الارتفاع، لان كده كده هو ايه، هو مترحل 8 شمال الخط السنتر لاين و8 يمين خط السنتر لاين، يبقى امشي من هنا كده لحد ما اقطع خط 45، اجي عند خط 45 واقلب. لو انا طلعت بده هيجيب لي الايه، هيجيب لي الخط ده، هيبقى اطلع بالخط الثاني اللي هو ده بس. تمام. وبعد كده ايه، ما هو انت مش هتعرف تجيب مش هتعرف تقيسها. ما طب ماشي، هو ده بتكلم انا بتكلم على الطريقه الصح. تمام. فكره في حته ال 45 ده، انت بعد كده اصلا هتستفاد بيه عشان لما تيجي ترسم المسقط الثالث. فانا بس باخدها واحده واحده كده، يعني احنا ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى فيه المحاضره، هيبقى فيه قصدي سيكشن، وبعديه امتحان. بعد الامتحان هنرسم الايزومتريك والمسقط الثالث. انا هحاول استنتج معاك المسقط الثالث ب 45. طيب طيب نكمل زي ما احنا اتفقت ان عندها هيكون الجزئيه دي. يلا بينا. الجزئيه دي هي الوحيده اللي موجوده، وبقيه الاجزاء دي مش موجوده، لان يعني ده اصلا انا قصيته من الدايره. المستطيل اللي انا لسه ماسحه دلوقتي ده، ده انا قصيته من الدايره، الجزء اللي اتقص من فوق. تمام. كله مجهز الموبايل عشان يصور. طب يا جدعان بس افهموا الحته دي، والله كده كده الرسومات اللي جايه مش هنا. طيب في حاجه ثانيه دلوقتي ناقصاني الايه؟ قول كده، في اي حاجه ناقصه في المسقط ده؟ لا. طيب نعلي الليفل شويه. نعم. نعلي الليفل شويه ونبص بقى على مساله من المسائل اللي ايه، اللي ان شاء الله اللي هي معانا في الامتحانات. ليه المساله دي؟ مساله تبان سهله كده ولذيذه، بس فيها كميه تفاصيل رهيبه يعني. طيب نفس الكلام ايه؟ لا هي سهله خالص، اسطوانتين وهتنزل بيهم بعمودين، شكرا انت كده جبت المسقط الامامي، بس الفكره كلها في التفاصيل الصغيره اللي جواها. طيب معايا؟ يلا بينا. طيب الرسمه دي اتفقنا ان انا برضو هقسم الرسمه بتاعتي، اقسم الابعاد، اطلع ابعاد الاليفيجن وابعاد السايد فيو وابعاد البلان والكلام الجميل اللي احنا قلنا عليه ده كله. الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه؟ نبدا نرسم في الاليفيجن، عشان الاليفيجن بيكون دايما اكتر مسقط فيه تفاصيل. يلا. طيب اول حاجه هاجي من هنا من عند، انا خلاص قسمت الاليفيجن وبقى شكله عامل معايا كده، هاجي من النص، من نص الاليفيجن بالظبط، واطلع كام؟ اطلع ال 70 عشان خاطر ارسم الايه، نصين الدايره اللي هنا دول، ومن كل نص دايره انزل بخط عشان اقفل ايه، حرف اليو اللي هو الايه اللي واضح معايا اللي مقفول بالنصين الدايره اللي فوق دول. يبقى اجي من هنا من نص الرسمه بالظبط، من نص كده واطلع كام؟ واطلع 70. هتبقى دي نقطه الايه، تمام نفس القصة. أنا كنت امبارح أخدت رسمة وأنا بحضرها، كنت أنا ودي غلطة عادي، أنا أنت بقى ممكن أنا وقعت فيها، فأنت برضو عادي إنك تقع فيها. ساعات بحسب حسبت الارتفاعات غلط، فحسبت إن ده 70 وآخره آخره كام؟ فوق إيه؟ يعني ال 70 ده كان مش جاي لحد هنا، لا ده جاي لحد فوق. تمام. فإحنا هنكمل ده عادي، مش تفرق معانا غير في الارتفاع بتاع المسقط، ومش هتأثر في حاجة يعني. طيب اتفقت، هاجي عند ال 70 وأعمل إيه؟ أعمل القوسين. أجي عند ال 70 هنا، وهيكون في عندي هنا خط عمل. بس الناس اللي بتتكلم ليه؟ طيب هيكون في عندي هنا خط عمل، خط خفيف همسحه بعد كده. طيب واعمل ايه؟ واعمل قوسين، قوس كام وقوس كام؟ هعمل قوس، لو بصيت هنا هتلاقي ان هو عطيك قوس 13 وقوس 33، ودي انصاف اكتر. يبقى اجي هنا كده اعمل قوس، نص دايره. انا عشان قلت في فيديو، انا عشان كخه قلت في فيديو، يعني المشكله في الفيديو. طيب تمام، يلا باشا معايا معايا هيصه هيصه. طيب هاجي هنا واعمل ايه؟
واعمل دايره 13 تمام و دايره كام عفوا او نص دايره 13 ونص دايره كام 33 ومن النقطتين دول انزل بخط لحد تحت خالص سواء من هنا او من هنا ونفس الكلام الناحيه الثانيه تمام نمسح بقى الحاجات الايه الزياده ده ونخلي الخط ده نخليه خفيف بس عشان ده خط عمل عشان هنحتاجه بعد كده في اكتر من جزئيه يبقى انا كده عملت الايه عملت الايه الحرف اليو اللي قدام ده هلاقي جنب حرف اليو ده وعلى نفس الارتفاع ال 70 هلاقي ان في مستطيل اللي هي الايه اللي هي هنقول الودنين اللي احنا بنشيل منهم دول الودان اللي هنا دي هتلاقي عرضها كام عايز احدد عرضها هل هو طول بشكل مباشر لا انا عايز اعرف هي طالعه بره كام بس هو قال لك حاجه قال لك ان المسافه ما بين السنتر بتاع الدايره كام 104 تمام وقال لك ان القوس ده اللي هو الفلت اللي هنا ده 14 يبقى انا عندي المساحه الكليه كام 104 زائد 28 يعني كام يعني 132 ده عرض الرسمه كله انا عندي عرض الجزئيه اللي في النص لوحدها كام 66 يبقى اطرح 132 ناقص 66 واقسمها على الاثنين عشان اجيب الايه الطول اللي هنا ده بس يبقى قلنا هنعمل ايه 100 كام 132 ناقص 66 ب 66 على 2 ب 33 يبقى انا المفروض هاجي من عند النقطه دي اللي هي كانت نقطه ال 70 وامشي لحد بره خالص اللي هي الكام؟ اللي هي ال 33 وبعد كده هنزل بالارتفاع ده، الارتفاع ده كان قال لي ان هو كام؟ 14 بنزل هنا بالكام؟ بال 14 واخش لحد جوه، نفس الكلام الناحيه الثانيه. في مشكلة لحد كده؟ طيب الدايرة دي كان جواها دايرتين، الدايرتين دول المسافة اللي ما بينهم قلنا كام؟ ما بين السناتر بتاعتهم 104، يعني كام من النص؟ 104 على 2 يعني بكام؟ ب 52 يبقى من النص هنا هقيس 52 واخد سنتر لاين، يبقى هعمل هنا كده سنتر لاين خفيف، أجي من هنا كده وأقيس 52 وانزل بايه؟ وانزل بالسنتر، ده السنتر بتاع الدوائر، الدوائر كانت كام؟ 14 بص هنا عندي قال لك هنا عندك 5 هولز 18 ايه؟ لا بص كده ال 70 لحد فين؟ او الخط بتاع ال 70 جاي منين؟ ايه يا عم صباح الفل ده جاي من ده من تحت؟ ما واقف عند الحد ال الاعلى بتاع الايه؟ بتاع الجسم. فعشان ارسم الجسم هنزل لتحت 70. خط ال 70 اهو يا جماعه. تمام؟ جاي عند السطح اللي فوق. فعشان ارسمه هرسم السطح انا دلوقتي واقف عند السطح اللي فوق، عايز ارسم الجسم هنزل لتحت مش هطلع لفوق. لان ال 70 كان لحد اقصى نقطه في الجسم. طيب هنا هو عندك كام دايره؟ قال لك عندك خمس دوائر، هما فين الخمس دوائر؟ ادي واحده اثنين ثلاثه اربعه واللي هنا دي الخمسه لان دي الدايره السته ومحدد لك عليها بعدها قال لك 14 اهو. فانا عندي الخمس دوائر اللي قطرهم 12 دول فنفس الكلام هيكون عندي هنا خطين داش لاين على بعد كام وكام الخط ده؟ 6 يمين الخط و6 شمال الخط يعني هيكون في هنا عندي 6 واطلع لفوق اعمل دايره ونفس الكلام الناحيه الثانيه اسم الخط ده 6 واعمل دايره والخطين اللي هنا دول هيكونوا خطوط ايه؟ خطوط داش لاين تمام؟ في حاجه كده ناقصه في الدوائر في الـ في الـ في الودان اللي هي الجزء اللي هنا ده اللي عملته هنا هعمله الناحيه الثانيه مش فضلها مش ممسك اتفضلي طب هم خارجين عشان الماتش انت خارج عشان ايه بس مش فضلها مفيش مشكله طب مش هتاخد البطاطا عشان غير لا مش هاخد غير
طيب خلاص خلصت انا الجزئيه دي تمام. في اي حاجه خد بالك عشان كل اللي انا بعمله ده في الفاضي لسه بقى التقيل جاي. طيب خلصنا الايه الجنبين اللي هنا دول، باين ان انا اعمل الايه، اعمل الاسطوانه اللي فوق او الراس اللي فوق دي. هعملها منين الاول؟ هي مبنيه فين؟ مبنيه على اقصى سطح للدايره، يعني هاجي فوق الدايره دي واعمل الجسم ده. طيب هو قال لك هنا عشان تعملها قال لك ان المسافه ما بين النقطه دي ومركز الدايره 10. النقطه دي بتمثل ايه؟ بتمثل اقصى ارتفاع عند الدايره، اقصى ارتفاع عند الدايره 33، فوقيها 10 ده السنتر بتاع الدايره اللي هنا دي تمام. وقال لك ان القوس اللي هنا ده اللي عامل نص الدايره اللي بره ده كام؟ نص قطره 10. يعني المفروض ان انا هاجي هنا كده فوق الدايره دي في النص بالظبط واطلع كام؟ واطلع 10 عشان احدد المركز بتاع الدايره، وارسم من عند النقطه دي اخد الاول سنتر لاين تمام، وارسم ايه؟ وارسم دايره نص قطرها 12 او عفوا قطرها 12، ودايره ثانيه او نص دايره نص قطرها 10. هرسم دايره كامله نص قطرها 12 او قطرها 12 قصدي، ونص دايره اهو نص القطر بتاعه 10. يبقى هاجي هنا كده ارسم دايره 6 تمام، وارسم قوس 10، ومن القوس ده انزل، هنزل لحد فين؟ هتلاقي نزل لحد ما ايه؟ ما تقاطع مع الدايره الكبيره اللي هي 33. يبقى هنزل من هنا كده لحد ما اقطع الدايره 33، نفس الكلام الناحيه الثانيه، هنزل من هنا كده لحد ما اقطع 33، بس انت طبعا هتيجي عند الايه؟ عند الدايره وتقف. حد مستنتج حاجه من النقطه اللي هنا دي اللي قدامك دي؟ قول يا عم، ملهاش علاقه بالدايره. انا كان عندي قوس وانا رسمت عليه، فبقى عندي برضو تقاطع مستطيل مع دايره في المنطقه دي. انا عند المستطيل ده لما اقطع الدايره اقطعها عند النقطه دي والنقطه دي اللي هم اساسا ايه؟ اقل من ايه؟ اقل من النقطه اللي هنا دي بالمقدار ده. وصلت؟ يعني ده في السايد فيو هيظهر معايا ايه؟ مستطيل نازل لتحت شويه او واكل جزء من الدايره، لان لما ابص له من على الجنب ده انا مش هشوف اقصى ارتفاع للدايره ده، لا ده انا هشوف ارتفاع المستطيل الاول اللي هنا ده. فالمستطيل ده نازل عن نهايه عن اعلى نقطه للدايره بمقدار صغير، هو ده المقدار اللي انا هجيبه هرحله الناحيه الثانيه. خلينا لما نجي لها ما تعبش نفسنا. طيب كده خلصت انا الجزء اللي فوق ده، باقي الايه؟ باقي القطع اللي هنا ده او الشطفه الصغيره اللي هنا دي. الشطفة اللي هنا دي قال لك هي فين؟ هي عمقها كام؟ عمقها 4، وماشية من اللي فين؟ من أول الدايرة لآخرها زي ما قطعت معاها، يعني هاجي من هنا كده من النص، هاجي من النص كده وأنزل 4، ومن عند الأربعة دول أمشي بخط داش لاين من أول الدايرة لآخرها، يعني هاجي من هنا كده أمشي لحد ما أقطع في الدايرة، ونفس الكلام الناحية التانية. يبقى انا دلوقتي الخط الصغير اللي هنا ده، خط الداش لاين اللي هنا ده، هو بيمثل الايه؟ بيمثل القطع اللي هنا ده، لان انا لما ببصص من قدام انا مش شايفه. تمام؟ القطع ده جواه ايه؟ جواه دايره ثانيه، الدايره دي هتبان هنا عباره عن ايه؟ عن مستطيل، عرضه كام؟ عرضه بقطر الدايره اللي هو كام؟ 14، وبادئ منين؟ بادئ من اول هنا لحد تحت خالص. قطع في جسم قطع، قطع في الهواء قطع. يعني هاجي انا من هنا كده من عند النقطه دي وانزل بدايره 14 اللي هي كان نص قطرها كام؟ 7. وانزل لحد ايه؟ لحد تحت خالص، لحد ما يقطع معايا هنا كده. نفس الكلام الناحية التانية، همشي من هنا كده 7، وانزل لحد ايه؟ لحد هنا طبعا امسح الايه؟ امسح الزيادة، واصلا ما اعملهاش من الأساس. تمام؟ يبقى ال 14 أو الجزء اللي هنا ده بيمثل الايه؟ بيمثل الدايرة المقصوصة اللي عندي هنا دي. كده في مشكلة في المسقط ده؟ طيب ناخد المسقط الجانبي. ايوه توك ليه ده اللي في القصه كلها. ناخد المسقط الجانبي،
اللي هو نمسح الخطوط الزياده اللي عندنا، لان في كل الخطوط دي مش موجوده في الايه في الرسمه. طبعا هنايه هنمسحها معانا طبعا خطوط السنتر. طيب بالنسبه للمسقط الجانبي، لما ابص هنا من على الجنب اول حاجه هشوفها ايه؟ الودان دي، لان يعني ده اكتر جزء ظاهر معايا، يبقى ارسمه الاول وبعد كده ارسم الباقي. الودان دي لما ابص لها من هنا هتبان معايا ايه؟ مستطيل. عرضه كام؟ ارتفاعه كام الاول؟ ارتفاعه 14 وعرضه كام؟ 48. عرضه 48. طب بادئ منين؟ هل هو في النص يمين شمال؟ ابص هل هو كتب لي اي بعد تاني سواء هنا او هنا؟ انت لو بصيت عليه من هنا على فكره هتحس ان هو بادئ من اخر الجسم، لكنه من هنا مش بادئ من اخر الجسم ولا حاجه، هو بس فرق المنظور. عايز تتاكد بص الناحيه الثانيه، هو قال لك هنا المستطيل ده لا ده هو بادئ من اخر الجسم. صباح الفل. لا ده هو من هنا بادئ من اخر الجسم، لان هو الناحيه الثانيه برضو لو انت مديت الخط ده على استقامته هتلاقيه جاي عند الايه؟ عند الخط ده. فالمستطيل ده عند الجسم من ايه؟ من الاخر، من ناحيه جوه خالص. يعني بالنسبه لي هيكون ناحيه ايه؟ ناحيه الشمال خالص. طيب المستطيل ده ناحيه الشمال خالص، يبقى ارسمه بعرضه اللي هو 48 وبارتفاعه اللي هو 14. تفاتر الارتفاعات كلها ممكن اجيبها من ايه؟ من على المسقط ده. يبقى انا هاجي من هنا كده قصاد النقطه دي وامشي بمستطيل كام؟ 48، اطلع 14 او اطلع لحد فوق. طبعا هيبقى سوليد لاين، انا هعدلها بس دلوقتي. يبقى انا كده عملت الايه؟ عملت المستطيل الاولاني اللي كان ايه؟ اللي كان عليه القصه ده، اللي هو اول حاجه انا شفتها. بعد كده المفروض هعمل ايه؟ هبص على السطح ده، السطح ده بيمثل ايه؟ الجنب بتاع الايه؟ القوس ده مع الجزء اللي واقف ده. فده هشوفه عباره عن ايه؟ عن مستطيل كبير مقصوص منه جزء اصغر. ركزوا معايا. لما ابص انا من هنا كده هشوف الجنب ده كله عباره عن ايه؟ عن مستطيل كبير. سيبك انت بقى من المستطيل اللي ورا اللي قدام ده. خلاص ده احنا رسمناه. هشوف هنا مستطيل كبير عرضه كام؟ عرضه 60 وارتفاعه كام؟ 70 وكام؟ و33، يعني ارتفاعه 103. اول ارتفاع هجيبه من عند نهايه المستطيل ده، من عند نهايه النص دايره ده من فوق. تمام؟ تعالى نرسمها الاول وبعد كده ايه نشوف الجزء اللي متشال منه. يبقى انا المفروض هاجي عند نهايه الدايره دي من فوق كده واخد خط عمل وارسم ايه؟ وارسم مستطيل. تمام؟ طيب المستطيل ده لو انت بصيت هنا كده هتلاقي ان كان في جزء مقطوع منه اللي هو العرض 26، الجزء اللي كان نازل تحت، الجزء ده اللي احنا قطعناه منه. تمام؟ يعني انا هاجي هنا عند المستطيل ده واقطع منه 26 على بعد قد ايه؟ 22 من ناحيه الشمال، وبعمق قد ايه؟ بعمق 4. يعني المفروض ان انا هاجي هنا كده المستطيل ده مش هيكون كامل، لا ده هيجي هنا كده همشي كده 22 وانزل 4 وامشي كام؟ 26 واطلع الاربعه بتوعه تاني، والجزئيه دي مش هتبقى ايه؟ مش هتبقى موجوده، احنا خلاص قصيناها من الايه؟ قصيناها من الجسم. الجزء ده مقصوص من الاول للاخر بعرض الجسم كله. تمام؟ كان في دايره وشويه حاجات مش واضحه خليها دلوقتي. باقي لي ان انا اعمل ايه؟ اعمل الجزء اللي فوق اللي على الشمال. لما انت تبص هنا على الجهه دي هتلاقي ان حرف الدايره اعلى نقطه في الدايره موجوده في النص، صح؟ كلام كده مظبوط؟ طيب والحرف ده نازل تحتها بشويه، نازل تحتها بشويه مقدارهم قد ايه؟ بص هنا على الجزئيه دي، الشويه اللي هنا اللي انا كنت راسمهم هنا دول. هم دول الشويه اللي المستطيل ده نازلهم من عليه. طيب الاول تعالى نرسم المستطيل بتاعنا ده. عشان نرسمه قلت المستطيل ده بادئ منين؟ بادئ من عند النقطه دي، ومنتهي فين؟ منتهي عند هنا، يبقى هاخد من عند اقصى ارتفاع ده خط، ومن عند اقل الارتفاع ليه اللي هي النقطه دي هاخد منه خط. مش ده بيحدد ارتفاع المستطيل؟ هل المستطيل ده عرضه كام؟ 10. يبقى المفروض ان انا هاجي من هنا كده من عند من تحت 10 واطلع لفوق لحد ما اجي عند الايه؟ عند ارتفاع المستطيل اللي هو اللي هنا ده، وارسم المستطيل بتاعي. طيب الخط ده، الخط ده اساسا هو بص الحته دي انا بقى اتكلمت معاها في الدكتور عشان خاطر انا كنت شرحتها بطريقه ورجعنا بعد كده ايه ناقشت انا والدكتور فيها. الحته دي
لو هتعتبرها دش لاين هتعتبرها امتى؟ ان انت لو انت كانك جبت الجزء ده ولحمته عليها من فوق ولفيت عليها بخط الحام، فبالتالي انت لما تشوف خط اللحام، خط اللحام من نفس نوع الماتيريال، فلما تيجي تبص عليه في الاسقاط بيبقى هي هيها كانه ماتيريال واحده، فالخط ده مش هيبان. لكن من جوه هل انا لحمت من جوه؟ لا. طيب يبقى انا دلوقتي لو اعتبرها ان هي جسمين وانا مركبهم مع بعض فيبقى في خط دش لاين اللي هو الخط اللي انا مسحته ده. طيب لكن انا هنا في الرسم بتاعنا هنعتبر كل الاجسام جسم واحد، يعني كان الجزء ده مش انا لازقه، لا ده انا جبت كتله كبيره وشلت اللي حواليها ده كله لحد ما وصلت للايه، للشكل ده. وصلت؟ معناها ان عندي الجسم ده مفيش تحتيه حاجه، لا ده هو جسم واحد. كان شفت انت لما تيجي تعمل حرف تي، حرف تي ده ممكن تعمله انك تجيب مستطيل، انك مستطيل واقف ومستطيل نايم وتلزقهم ببعض، صح؟ او انك تجيب قطعه كامله وتشيل منها المربعين اللي على الجناب عشان يديك ايه، يديك حرف تي. ده اللي احنا بنعمله في الرسم بتاع اعدادي ده، كل الاجزاء اللي عندنا بتبقى ايه، كتله واحده. يعني بالتالي لو في خط ماشي ورا خط، خط ماشي ورا خط، ده مش هيبقى ايه، مش هيبقى داش لاين، لان انا ما اعتبرتش ان الجزء ده راكب على الجزء ده والجزء ده متركب على الجزء ده، لا ده هو هما الاثنين واحد من الاساس. تمام. طيب عشان كده انا مسحت الايه، مسحت الخط اللي كان هنا ده. طيب الخط ده كان جواه دايرتين عشان بس الوقت، او جواه خطين داش لاين اللي هو من عند الدايره اللي فوق دي. طبعا مش عايزه تيجي دلوقتي. من عند الدايره دي همشي لحد هنا كده واعمل الايه، الاسقاط بتاع الايه، بتاع الدوائر الداش اللي هي الايه، اللي هتظهر معايا هنا في صوره ايه، صوره خطين. الدايره اللي جوه دي اسقاطها هيبقى هنا في المسقط ده خطين داش لاين. وصلت كده؟ طيب نكمل الرسمه. احنا عملنا الجزء اللي فوق ده بكل اللي جواه، الجزء ده جواه دايرتين، جواه مستطيلين داش لاين. تعالى نعملهم على السريع. مستطيلين داش لاين المسافه اللي بينهم كام؟ 20. يعني هاجي عند اقسم الجزء ده نصين، 20، حدد السنتر. والدايره كانت كام؟ كانت 12، يعني 6 يمين ال 20، 6 شمالها، 6 يمينها، 6 شمالها. يبقى اجي هنا كده عند الجزء ده، هاجي في النص بالظبط وامشي كام؟ وامشي 10، لان انا قلت المسافه 20، واعمل الايه؟ الخط ده. طبعا ده مش خط داش لاين، ده خط سنتر لاين اللي هو اللي بيمثل مركز الايه؟ مركز الدوائر. ونفس الكلام اخد خط موازي ليه على بعد كام؟ على بعد 20. هنا الخطين دول بيمثلوا لي الخطين اللي هو ايه، مراكز الدوائر. عايز ارسم بقى الدوائر، الدوائر ده تظهر معاك ايه، كخطين داش، 6 و6. يبقى انا من هنا كده اخد خط 6 بس ايه، بس داش لاين على بعد 6، اخد خط من اول مستطيل لاخره. نفس الكلام الناحيه الثانيه، تمام. وبالنسبه للمستطيل الثاني، او بالنسبه قصدي الدائره الثانيه، برده 6، ونفس الكلام الناحيه الثانيه عند المستطيل اخد 6. يبقى انا دلوقتي عملت الايه، عملت الجزء ده بتفاصيله. طيب هل في حاجه ثانيه ظاهره مش ظاهره معايا؟ الفراغ اللي جوه ده، الفراغ ده واخد الجسم من اول لاخره ولا لا؟ واخد الجسم من اول لاخره. ارتفاعه كام؟ ارتفاعه عباره عن 70 زائد كام؟ زائد ال 13، او ارتفاعه اللي هو لحد هنا. يبقى اجي من عند النقطه دي واخد خط خفيف يمشي معايا كده، بيمثل لي الفراغ اللي ايه؟ اللي موجود في الجسم ده من اوله لايه؟ من اوله لاخره. في حاجه ثانيه ناقصه انا مش راسمها؟ الدايره اللي هنا دي، اللي هي الدايره اللي هنا دي، كان قال لك الدايره دي المسافه اللي ما بينها كام؟ وقال لك دي 26، يبقى المركز بتاعها قال لك حدده عند كام؟ عند 13، يعني هي في النص بالظبط. يبقى جاي من هنا، من عند المسافه، من عند الجزئيه دي، وانزل من النص بالظبط بخط، مش سنتر، خط سنتر لاين، مش داش، خط سنتر، واخد يمينه 7 وشماله 7 اللي هي كانت دايره كام؟ 14. يبقى جاي هنا عند الخط ده امشي 7 يمينه و7 ايه؟ بص كده معايا، هقصف القطع بس. تمام. طيب يبقى الخطين دول عباره عن ايه؟ ودي بقى نقطه بقى ليه الجديده بقى معانا. الخطين دول عباره عن ايه؟ عن خطوط داش لاين بيمثلوا لي ايه؟ بيمثلوا الاسطوانه. انا بشرح كل ده عشان خاطر النقطه دي.
الجزء اللي هنا ده، هو الجزء ده عبارة عن ايه؟ الجزء اللي انا رسمته اللي واقف ده المتحدد عبارة عن ايه؟ عن اسطوانة. الاسطوانة دي لما قطعت تحت قطعت الخط الداش لاين ده، خط الداش لاين ده كان بيمثل ايه؟ مش عايزك بس تكون حافظ كلمتين وتقول فاهم المحاضرة وترميهم على طول. ده قوس من هنا واسطوانة تانية، يبقى ده تقاطع اسطوانة مع اسطوانة. تقاطع الاسطوانة مع الاسطوانة دايما بيظهر معايا في ايه؟ في قوس. القوس ده هرسمه ازاي؟ هشوف والله انا كنت برسم المستطيل الجزء اللي نازل ده كنت برسمه ازاي؟ بشوف نقطة التقاطع فين، هلاقي ان انا هنا الاسطوانة دي على المسقط ده قطعت الاسطوانة دي. طيب برضو مازال في فرق ما بين اعلى نقطة واقل نقطة بالمقدار اهنه بالمقدار ده. اتفقت ان انا عندي تقاطع اسطوانة مع اسطوانة، هيكون عندي دايما الدكتور قالها كده في المحاضرة، بشوف الخط تقاطع فين وانزل بالمقدار ده. انا عندي فرق التقاطع فين؟ فرق التقاطع هنا، يبقى اجي من عند الخط ده وامشي هنا بخط ايه؟ بخط عمل او خط خفيف. وارسم قوس، القوس ده منين؟ القوس ده بالظبط بيوصل النقطة دي بالنقطة دي بالنقطة دي. يعني هاجي انا هنا كده واوصل هعمل قوس هيمر بالنقطة دي، والنقطة اللي هي بتاعة العمق اللي انا خدتها اللي هي تقاطع نقطة العمق مع ايه؟ مع السنتر بتاع الاسطوانة. تقاطع دي مع دي مع الجزء ده، تقاطع ده مع ده مع ده. اذا الخط ده ما عادش موجود معايا كله، عفوا ده كده مش موجود. الخط اللي جوه ده الجزئيه اللي جوه دي اللي هي تقاطع الايه؟ كانت بتمثل تقاطع الاسطوانه دي مع الاسطوانه دي. اتفقت ان الخط ده هيتحول من الصوره بتاعت العدله دي لصوره القوس ده، يعني الجزئيه دي ما عادش موجوده معانا. تمام، ده كده الايه؟ المسقط الثاني. المسقط الثالث اظن هيكون ابسط من كده بكتير، لان ما فيهوش اي ما فيهوش اللخبطه اللي معانا دي كلها. المسقط الثالث هتشوفه عباره عن ايه؟ الودنين دول بس بالاشكال بتاعتهم بالفيلتس بتاعتهم يمين وشمال. تمام، والاسطوانه اللي هتتبان كمستطيل، والاسطوانه اللي هنا هتبان برده كمستطيل، واللي دي هتبان كمستطيل، هتبقى عباره عن شويه مستطيلات جوه بعض، والموضوع انتهى على كده. ان شاء الله هحاول اكملها في فيديو يعني.